جفت دمها كان لازم برضو تبقى موجودة معانا الفنانة الكبيرة القمر نشوى مصطفى. وزي ما انتوا شايفين على الشمال واليمين وردتين حلوين فل وياسمين. نبتدي بقى الحلقة؟ قبل ما نبتدي انا بجد فرحانة جدا بعودتك، ومش انا بس فرحانة، الناس كلها كانت فرحانة. تحس ان انا كنت معتزلة مثلا 30 سنة ورجعت بقى. التقديمة دي مش شبهي بس يعني يلا انا قلت ادخل دخلة كده بس بعد كده نفك. انا فرحت والله يا شوشو بجد بان انت رجعتي لناس تانيين، الناس بتحبك قوي، وميرسي جدا لدعوتك اللطيفه دي ان احنا يعني يا رب نكون ضيوف خفاف على الناس وعليكي، وتبقى ان شاء الله ان شاء الله نعمل حاله الناس تنبسط بيها. هو لو حد هيقول ميرسي فانا اللي بقول لكم ميرسي انكم وافقتوا انكم تقفوا جنبي وتساندوني وتبقوا منورين معايا. بجد احنا هناخد من جمهورك سيما. انا بالنسبه لي انت بنتي وانت عارفه، انتوا عارفين انا بحبكم قد ايه، ويعني الحمد لله مش هنقول غير كده. يلا بقى نبتدي الحلقه. ايوه بس هنبتدي الحلقه في ايه؟ هنعمل ايه يعني؟ بصوا طيب. انا مش عارفه اصلا يعني انا حضرت التقديمه دي بالعافيه عشان اعمل فيها ان انا ايه الفنانه المعتزله العائده بعد غيبه. ولكن للاسف انا نسيت احضر موضوع طب الحلقه. طب بقول لك على حاجه، انا النهارده وانا جايه الحقيقه عملت شقلباظات عشان اقدر اوصل. المرور كان صعب جدا، وانا لما المرور بيكون صعب عفاريت السواقة بتنزل عليا. ما هو كان لازم الحقيقة احنا نشحطتك عشان انت ساكنة بعيد. اه انا ساكنة في قارة تانية. اما بتغمزيش بالعربية وحاجات كده. ده انا بلعب في الملاهي. بجد انا ملاهي. فايه رأيكم نتكلم النهاردة عن السواقة، ويا ريت نتكلم عن سواقة الستات بالزبط. اللي هي احسن سواقة في الدنيا. طبعا. طبعا. هو في غير طبعا. احنا جامدين بس. يعني احنا ماشيين على المحور عشان نحط على الرجاله وعلى سواقين الميكروباصات اللي هم فاهمين ان هم اجمد سواقين، احنا اجمد منكم على فكره. والتاكسيات كمان. والتاكسيات بس التاكسيات بيمشوا بالراحه. انا عايزه اعرف حاجه، منين بتيجي فكره ان الستات سواقتهم وحشه؟ يعني مثلا اما دايما بكون راكبه مع عماد جوزي. انتوا بقى لكم قد ايه متجوزين يا نشا؟ 23 سنه. والاستاذه ليلى متزوجه. واعول. اما انا فطبعا زي ما انتوا عارفين على حطه ايدكم، لا خطوه اتقدمت ولا خطوه اتاخرت، لا خطبت ولا قريت ولا اتفسخت ولا اي حاجه. لا ان شاء الله هتخطبي وهتفسخي. على امل يعني والله غيرت عتبه اهو، قلت يمكن ربنا يفتح علينا في الحته الجديده ودبحته، يعني ان شاء الله ربنا يكرمني. دايما واحنا سايقين عماد يقول لي اهي اللي سايقه العربيه دي واحده ست، اقول له يا سلام مش عارفك، طب هتشوفي، فيمشي فلاقيها فعلا واحده ست. واحده ست. فانا اقول له ازاي؟ يقول لي سواقه الستات معروفه. يعني حوادث يعني ستات. لا مش حوادث يعني ستات. ماشي غلط في الشارع يعني ستات. صدقني زعلتيني. كسر اشارات المرور يعني ستات. العكس تماما، ده الرجاله اللي بتعمل كل الحاجات دي. بصي انا شخصيا لازم اربط الحزام، والاشاره لو مفتوح ما فيش ولا عربيه معديه اعدي، لو مقفوله هاف، حتى لو ما فيش اي حد شايفني ولا في كاميرات. ربنا شايفك. بالظبط. ربنا شايفك. وبعدين على الضمير الحي. وبعدين عايزه اقول لكم على حاجه بس، دايما لو لاحظتوا كده هتلاقوا ان الستات الحوادث بتاعتهم صغننه، يعني مثلا تلاقيها ايه يا حبيبتي راحت حكه العربيه، راحت كسره فانوس، راحت مدشدشه كبوت، انما الرجاله من كتر التهور والسرعه وثقتهم الزايده في نفسهم وهم فاهمين ان هم اجمل حد، تلاقيهم بيتفرموا. لا يا شوشو انا معاكي في حته صغيره. لا انا اقول لك اكملي حاجه صغننه. اتفضلي. اكملي حاجه صغننه، ان برضو الستات ساعات عشان بس ما ابقاش بفتي يعني احنا بنكسر فانوس وبنعمل، بس ساعات بنعمل حوادث كبيره بس ما بتبقاش اللي هي العربيه تموت، لا بنبقى مثلا بنطلع فوق شجره، بنبقى مثلا تلاقينا ايه دخلنا في كشك، حاجات بسيطه بس. ايوه بسيطه جدا دي. لا هو الحقيقه اللي انا شايفاه حاجه، ان الستات فعلا على راي كلامك بتبقى حوادثهم صغنطوطه، بس لا رأينا زيهم كتيره، بس صغنطوطه بالنسبه لهم، لكن بالنسبه للاخرين لازم تكون من النوع الجسيم. ازاي يعني؟ انا اتسبب في صناعه حادثه، لكن انا براها اتفرج كده براها، يعني اخلي اتنين يلبسوا بعض وانا ماليش دعوه. يعني صح. الست رقيقه في نفسها. انا مره عملت كده. مره كنت ماشيه بالعربيه وبعدين للاسف حودت فجاه. كنت عايزه اخد يوتيرن كده وفي مكان انا ما اعرفوش الحقيقه، فهم قالوا لي اليوتيرن على بعد 10 متر، فانا ماليش في الابعاد. انا افتكرت ان 10 متر ده حاجه لسه كبيره. لسه بدري. فاتريت طلع 10 متر ده اللي وجعني، فكنت في اقصى اليمين والبتاع اليوتيرن
قرن في اقصى الشمال. فاول ما لقيته هلف بقى من قدام، قلت لا انا ايش عرفني يا توه، رحت دي ولفه، فكان يا عيني واحد ورايا يا عيني، فجي بقى عشان يتفاداني راح وقف فجاه، فسمعت صوت اطلعي اجري انت بقى، اطلعي اجري طبعا جري. انا جريت بقى، وبعدين رحت يعني عملت ان انا مش واخده بالي من بنها ولا ليكي دعوه بالموضوع، بس الحقيقه كنت شايفاهم في المرايه. انت اتعلمتي سواقه من امتى ومين اللي علمك؟ مأساة. أنا الحقيقة اللي علمني السواقة جوزي للأسف، أستاذ عماد للأسف الشديد. ما هو احنا دلوقتي انت ملاحظة من أول الحلقة أنه واضح يعني أن أستاذ عماد حاضر معانا، ملايكته حاضرة، ما أنت اللي بتسأله في تفاصيل الحقيقة، هو عضو أساسي فيها. تمام خلاص، ما دام هو عضو أساسي فيها يبقى يشرف ونوع احنا نقدر بالظبط. فهو الحقيقة للأسف الشديد علمني السواقة، وللأسف الشديد كان هي دي. إمتى إمتى إمتى؟ يعني من بداية ما اتجوزنا، يعني انا ما كنتش بعرف. 23 سنة. من 23 سنة تقريبا. يعني قبل ما تخلفي. واضح انه كان عايز يتخلص منك. ما هو الحقيقة حاسس انه دخل في نفق منه. يعني حد عارفة في مغرز. فأنا لبسها في مطب. لا هو الحقيقة أنا اللي لبسته في حاجة يعني. بجد؟ الله أكبر عليكي. شوفي هي دي الستات. فكان بيعلمني سواقه، فخلاص اتعلمنا شويه، فقلنا ايه نطلع بقى شويه بره المكان اللي بنتعلم فيه، نمشي في الشارع. لو حد قال لك مثلا صباح الخير هتردي تعلمي تقولي له ايه؟ صباح الفل يا عرب، صباحك عسل يا اسطى، تعشى بشاي، تعال نورنا، ايه انا عامله فطار حلو، في فول وطعميه، طب عايز باذنجان، طب في مخلل، طب ما تيجي. الله ده البديهي. في ايه؟ ده البديهي صح. لو انا مثلا عماد ماسك كوبايه شاي في ايده، فاقول له حبيبي خلي بالك الشاي هيقع. لو مثلا ماسك سيجاره حبيبي، ما احنا في شهر العسل. جوزك حبيبي؟ في شهر العسل. اذا كان كده في شهر العسل. على فكره شيشو بتضحك علينا، لانها لا. لسه قايله له يا حبيبي دلوقتي على الكاميرا وبعتها له بوسه. ما هو اكيد اتعود. ما هي المشكله. ما هي احنا نتعلم هنا من مشكله استاذه نشوى، انك ما تقولوش في شهر العسل يا حبيبي، عشان بعد كده يبتدي يطالبك بيها، فانت من الاول ما يا سيد يا سيد على طول يا اخ بالظبط يا اخ حضرتك حضرتك. فدايما حبيبي خلي بالك مثلا طفله السيجاره هتقع على السجاد كده. واحنا سايقين لقيته على طول يقول لي يا بني ادم خلي بالك. بني ادمه؟ لا وانت مش بني ادمه. لا طبعا إيه؟ خالص لا لا مش يعني بني ادمه. هي بتقول له يا حبيبي، روح ردد عليها يا بني ادمه، مش المسمى الوظيفي بتاعها هيقول لها يا بني ادمه. المهم انا بقى للحظه عايزاه اقول لك يا قطه المفروض. ايوه يا قطه المفروض يقول لي ايه؟ خلي بالك من ايه؟ هو قال لي يا بني ادمه خلي بالك وسكت. انت صح. فانا عماله افكر طب اخلي بالي يمين، اخلي بالي شمال، اخلي بالي من ايه بالظبط؟ فضلت قاعده كده وانا سايقه افكر هخلي بالي من ايه. لقيت على شمالي بني ادم انسان روح بني ادم، وعلى شمالي اللي هو على يمينك وكل على شمالي. انا شوله اصلي. فعشان كده طب دي تتعلم السواقه. لقيت على يميني الباسكت الكبير قوي بتاع الزباله اللي هو الحديد ده، الحديد. فهعمل حاجه من اتنين، يدخل في الروح البشريه اللي ربنا خلقها، يدخل في الباسكت الحديد والعربيه تدش انت ولا اي حاجه يعني مش مشكله يعني مؤمن عليها ومش مهم الروح البشريه اللي جنبها وخافت على الروح البشريه اللي ماشيه. لان الروح البشريه دي ممكن توديني الداهيه، لكن الروح اللي جنبي ده جوزي حيا الله يعني. المهم فرحت ايه خدت القرار بشكل سريع جدا، في دقيقه رحت داخله باقصى سرعتي، فالعربيه لبست في الباسكت الحديد. الله اكبر. بس وصلت لحد فين بس؟ ليك في الريش بقى شيء يعني صدر عماد جالكوا لحد هنا يعني ابي اقول لك ليه صدر عماد؟ طب وانت لحد فين؟ لا انا عملت كده ما شاء الله لبستيه في الحيط يعني شوف ازاي بس فزعل فنزل. لا مالوش حق. لا يا استاذ لا اخي يا استاذ ايه يعني بتاخد المواضيع على صدرك قوي ليه؟ وبعدين ليك في الريش بقى شيء بالظبط ده اللي انا قلته. اللي يجي في الحديد في داهيه طبعا، لكن يعني اهم حاجه فزعتي. ليه يزعل مني؟ ليه يقول لي يلا؟ لا غلطان. يلا ابعدي من قدامي دلوقتي. وبعد كده برضه صمم يعلمك؟ لا بقى خلاص يعني كنت خلاص اتعلمتي تخشي في صناديق زباله لوحدك. حرام عليكي. الف نهار ابيض. بس العربيه الحقيقه ما عادتش نافعه. بس الحمد لله اشترينا واحده غيرها.
الله اكبر. شيما انت اتعلمتي فين وامتى؟ انا مرات اتفاعت من الحكايه دي بصراحه ربنا. قالت لك انا اكتر واحده بكره الجمله اللي الناس بتقولها بتاعت يجي في الحديد، لا يجي فيا، لا بعد الشر، يجي فيا ولا يجيش لا بعد الشر، حبيبتي تفضل سليمه بعد الشر. ما انا هقول لك، ما انا هقول لك، ما هو الشخصيات اللي زيي واللي زي استاذ عماد لما بيجي في الحديد فهم بيزعلوا ويتاثروا فصحتهم بتتدمر، فبيبقى جت فيا وفي الحديد لا، طب يجي فيا لوحدي انا هتعب لوحدي ولا انش تجيش حاجه. طب بعد الشر، بعد الشر عليكم جميعا. مين اللي علمك السواقه وامتى؟ محمد جارنا. ابن طنط ام محمد اللي كانت بتركب سوسن. اوكي. الف نهار ابيض. ومحمد جاركو ده كان الاكس بتاعك برضو؟ لا ما كانش الاكس بتاعي، لا كان طويل عليا فما كانش يعني بالنسبه لي مهم. يعني فهو علمني، وبعدين الحقيقه ما نفعش العلام باي حاجه. فبعدين رحت مركز تعليم، وبعدين برضو ما نفعش، بعدين رحت مركز تعليم تاني بقى اخراني. فكان خدت شهاده كبيره بقى. عملت اي حوادث في حياتي؟ طبعا بصي لا، عندي حادثه مشهوره الناس كلها عرفتها. لا عملت اللي هي اللي انا قلت فيها ان بقى بابايا مات وكده، بس دي حادثه كانت معروفه. في حادثه تانية بقى عملتها، كنت راجعه من التصوير وانا وانت كنا في التصوير ده لو تفتكري، كنا بنعمل المسلسل وانا فاكره في المسلسل ده كنت طول الوقت لابسه بيجامات وكنت طول الوقت عامله شعري قطتين، كنت طالعه المفروض ان اختهم صغيره ومتخلفه عقليا كده، ايه مروشه بقى باربي وكيتي وحاجات كده. فكنا سهرانين فتعبت قوي في التصوير، فمن كتر ما تعبت فكسلت اغير الهدوم، فقلت خلاص انا همشي بالبيجامه، ما انا كده كده من الشغل من البيت عادي بننزل صح. وبعدين سرحت ونمت في حاجه دي. لا انت لابسه بيجامه وانا لابسه يعني اسمحي لي، لو انت واحد بيلبس البيجامه ليه؟ عشان ينام. الله يفتح عليكي، هو ده اللي انا عملته. قمت مقيله شويه كده، صحيت على صوت تريلا وانا فوق الرصيف. قمت ايه ده؟ مين اللي جاب التريلا دي هنا؟ ولا ايه اللي جاب الرصيف ده تحت؟ صح. ففقت بقى كده السرير، بس نزلت بقى رحت قعدت اعيط 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 في الشارع، وكان على طريق بقى. طب ايه ده يا شيماء؟ ده فعلا دي ساعتها؟ وحياه ربنا انا ما عرفت الكلام. ما انا ما بقولش بقى، رحت رميت العربيه وجيت تاني يوم التصوير. بس فرحت طبعا ايه العربيه بقى طبعا اتشنيرت خالص. وبعدين اللي مش المهم بقى في العربيه، طبعا المهم العربيه، بس المهم في الموقف ان انا بقيت الناس اللي معديني يا عيني، فجت وقفت عربيه كده فيها شباب فجم عشان يساعدوني، فانا بعيط جامد جدا. فهم افتكروا، لا مش بيضحكوا، هم بقوا فاهمين ان انا مثلا جوزي ضربني، ان انا متطلقه، ان انا هربانه من اهلي. بيجامه وشبشب. لا بيجامه ومش اي بيجامه، دي الوان بقى. انت عارفه انا بقى لما بنطلق. فكانت يعني الحقيقه من ساعتها توبه ان انا اعمل كده تاني. انا كنت غاويه دايما الحقيقه البس بوز العربيه في حاجه. بوز بس؟ لا يعني ما هو الموتور بقى يعني انت عارفه البوز بقى اللي هو يخش للموتور كده اللي هو اختراق. بس يعني ده مجرد موتور. اختراق مجرد موتور يعني. يعني بعد كده العربيه تتخرد يعني تبقى خرده. طب انا هسالكم سؤال تاني، قولوا لي مثلا ايه حاجه حد يعني اذاكم في عربيه، عشان احنا طبعا الستات ما بنفهمش بقى في تغيير الزيت وفي الحاجات دي. قولوا لي حاجه حد اذاكم فيها، وهبتدي لكم بنفس ازاي حد اذاكم في عربيتكم انتوا ما كنتوش فاهمين. لا هو بنتاذي فلوسا. لا انا ما اتاذيتش فلوسا. لا انا نفسي بتاذي فلوسا. انما مش قطع غيار او كده يعني، لان انا بتاذي فلوسا لان انا ايه من خف سلم. اوكي. وانا عربيتي دي ايدي ورجلي بصراحه. لا انا بقى اللي حصل معايا انه كنت في مره مسافره اسكندريه بالعربيه، وانا لا بفهم يعني اغير زيت ولا ايه. لا بصي ما تعبيش الجمل كده. مسافره اسكندريه ليه؟ نحب نعرف. عشان اروح ابسط بقى واقضي بقى يومين استجمام. طب يا ترى كنتي واخدي معاكي سندوتشات مثلا، عصير؟ احكي لنا التفاصيل الحلوه دي. لا بصي ما انا ما باخدش معايا حاجه، الناس عارفين انا جمهوري ما بخبيش عليه حاجه، عارف على فكره الحكايه دي. بتاخديش سندوتشات؟ بروح اسكندريه بنزل بروح اقعد في اوتيل. بعمل ايه بقى؟ بنام واصحى اكل في الاوتيل وانام، ما بنزلش. مش البحر؟ بروح اسكندريه البحر؟ لا انا رايحه بس اشم الريحه يعني على الهوا كده. بس فالناس ساعات بيفتكروا ان انا مت في الاوتيل، بس لا بيلاقوني بعد 3 ايام خارجه بقى كده انسانه عاديه. فريش. وانا بقى مسافره فروحت قلت ايه اشيك على المايه والزيت زي ما دايما يقولوا لنا اصدقائنا الولاد وقرايبنا واولاد خالتنا والحاجات دي والعجل ومش عارفه ايه. فروحت الراجل الله يسامحه يعني منه لله. فروحت قلت له شيك، فراح عمل ايه؟ فتح القربه بتاعت الميه تمام وما قفلهاش. الله يخرب. فراحت الميه اتبخرت، وانا طبعا احب اطري على نفسي فمشغله التكييف بقى على 4 ومشغله حمائي ورأسي واب، وفجاه العربيه عماله وانا مش سامعه حمائي بيغني. اسمع العربيه ولا اسمع أيوة الموتور؟ القربه دي بتاعت ايه؟ بتاعت الميه. بتاعت الميه يعني الرادياتير. لا
قلبة الميه بتاعت المساحات. لا لا في واحده ثانيه اللي بتمشي اللي هي بتبرد الموتور. هو العربيه فيها قلبتين؟ ادي ده انا كنت فاكره نخل ضايعه تلعب ده ادي. اه والله انا عارفه قربه الميه لما المساحات فنملاها بقى ميه. لا فيها قربه ميه وفيها دركسيون اللي بنسوق بيه. لا ده تسين ده عادي. اه في مساحات. ايوه دي اللي انا بقول. وفي كراسي صدقي وفي عجل والنعمه حطوا العربيه فيها عجل. وعندكم كنبه؟ الا عندي كنبه. ده انا عندي كنبه. ده انا كنبتي على فكره مريحه راحه وعليها سوست مش قادره اقول لك. المهم بس اكمل لكم بقى الراجل عمل ايه. ففضلت بقى ماشيه. المهم العربيه جابت حاجه اسمها ايه وش سلندر. طبعا انا بقيت ماشيه والعربيه مطلعه دخان وانا بقى مش فاهمه برضو. افتكرت ان ده السقعه الجو الدنيا بس وخلاص يعني. بس وخلاص. المهم يعني احنا رحنا عملنا تقرير. جم هنا في بتوع البرنامج قالوا لنا لازم تعملوا تقرير. فطبعا احنا هننزل نعمل تقرير عادي؟ لا احنا قلنا لازم نعمل تقرير مختلف. فنستغل البرنامج في ايه؟ الاستاذه ليلى كان عندها يا حبيبتي تورم في الاعصاب يعني وكانت متوتره شويه كده. والاستاذه نشوى كان الاستاذ عماد كان ضاربها بوكس فكان عينيها ورمه فكانتش حابه تختلط بالجمهور. فقلنا نخرج بره حدود البلاد. فسافرنا رحنا اسبانيا عشان نعمل لكم تقرير عن سواقه العربيه. بس انت فشاره. ليه؟ لان انت خدتينا عشان تعقدينا بكميه الاكسات والكراشات بتوعك. معاكي حق بصراحه. انا بما اني كانت طفولتي كلها في اسبانيا وكل البوي فريند اللي بدات اصاحبهم من سن 4 سنين لست سنين كانوا هناك فحبيت ان انا افرجهم على قدراتي ومهاراتي وافرد عليهم عضلاتي. فتعالوا نشوف التقرير ونرجع تاني. واحب اغني بقى يعني دايما وانا سايقه احب اغني. ومن اكتر الاغاني المفضله لقلبي اغنيه الفنانه سميره سعيد. طبعا هي بتزمر عشان عايزين اربط الحزام. بس طبعا ايه المصري معروف بجبروته وبقوته في كل حته ان هو دايما بيحب ما يلبسش الحزام ابدا. انا احبها تزمر كده عشان اعذبها فافضل ماشيه كده من غير الحزام. واغني بقى اغني ايه الفنانه سميره سعيد. هوا 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 ملا قلبي وملا عيني هوا الله الله. Hola. Hola. How are you? I'm fine and you? I would like to try this one. Sure. Yeah, this is really really easy. It's the best machine to do tourism here in Madrid. Really? Have you ever done before? No, never. This is my first time, so I will need a bit of training. Is it okay? Yeah, of course. Don't worry. In 2 minutes you will be expert. All right, so let's go to the office to practice a little more and we can start the Segway tour in the Royal Palace. And are we? Yes, please, please, please. All right, so let's go to the office, okay? Let's go. Perfect. Lead the way. Follow me. صباح وقشطات عسلات مربات. قالوا لي ان انت ان شاء الله هتبقى معايا في رحلتنا من اول عبيد. نشوة. نشوة. أنا اسمي نشوة. أنت اسمك إيه؟ بيومي فؤاد. بيومي فؤاد؟ بيومي فؤاد في أسبانيا كمان؟ بيومي؟ ميرا. أوكي. كامبيو. 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 مارتاس. مارتاس طبعاً مارتاس. ما أنا عارفة أنها مارتاس. مارتاس. بس مارتاس. مارتاس حاند مارتاس دلوقتي. فرينو فرينو فرينو. فرينو. ¡Freno! Tiramos de la anilla, tiramos de la anilla, de la anilla, de la anilla, de la anilla, mira, 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 ahí. Eso ¡Ayúa, queda! ¡Ayúa, queda!